تم في اللقاء نقاش كل الأمور المتعلقة بالقضية المركزية لنا، القضية الفلسطينية، وأيضا التطورات اللي استجدت في هذا الشأن، وموضوع الأونروا من الموضوعات اللي توليها دولة الكويت اهتمام خاص. هو صحيح أنه هذه مسؤولية المجتمع الدولي، من خلق هذه المشكلة عليه أن يتحمل تبعاتها، وعليه احترام قرار الجمعية العامة بإنشاء هذه الوكالة والأدوار المناطة فيها. ولكن بكل أحوال الكويت كما هي في دعم القضية الفلسطينية ستقوم بما هو مطلوب منها لدعم الوكالة الاستمرار في عملها. أيضا ناقشنا مع فخامة الرئيس محمود عباس قضية الكويت في مجلس الأمن وقضية الفلسطينية في مجلس الأمن، والتنسيق الدائم بين الكويت ودولة فلسطين فيما يتعلق بهذا الموضوع.